مش من الطبيعي خالص كده ان انا اتكلم اكتر من مره كده على النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد بتاعت المخرج ديفيد اير، واعرف كده بدل انا بتكلم كده اكتر من مره بالفعل على عرض النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد يبقى كده في حاجه بالفعل بتتم. يمكن سبق في الفيديوهات هنا اللي اتكلمت فيها الاخيره على النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد وان هي خلاص ممكن تتعرض، قلت لك برده في نفس الوقت ما ترفعش سقف الطموحات لان برده ممكن في النهايه ما يطلعش في عرض النسخة الأصلية من الفيلم ده، زي ما حصل كده معانا في أكتر من قرار قبل كده كنا بنشوف إن هو خلاص على إنه هيتم ولكن للأسف بيتم إلغائه في آخر لحظة. كمان الأخبار اللي منتشرة في الوقت الأخير ده حوالين النسخة الأصلية من فيلم سوسايد سكواد للمخرج ديفيد إير أو حتى عن المخرج زاك سنايدر هتلاقيها منتشرة بشكل كبير، وفي نفس الوقت بتلاقي دليل على الكلام ده إن هو بشكل كبير جدا هو صحيح. كل سبق وقلت لك كده إن خلاص المخرج زاك سنايدر هو رجع مرة تانية لشركة ويرا بروس وشغال على مسلسل مشتق من 300 اللي بالمناسبة يعني خلال اليومين دول هو بالفعل طلع واكد بشكل رسمي الكلام ده، واعتقد يعني اكبر دليل على ده ان في ناس بتساعده بالفعل من اداره وورنر بروس واللي اولهم كده او على راسهم بام عبدي ومايكل دلوكا. فهنا كده عرفنا ان المخرج زاك سنايدر رجع مره تانية، والله اعلم بقى ايه اللي ممكن يتم بعد كده. قلت لك اكتر من مره ان فعلا في تلميح كده حوالين ان في حاجه بتحصل، بس احنا لحد دلوقتي مع المخرج زاك سنايدر مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل وهل فعلا ممكن في يوم من الايام يكمل الروايه بتاعته ولا لا. ولكن هنا على الجانب التاني لما تمسك الموضوع مع المخرج ديفيد اير بتعرف كده ان في حاجه بالفعل بتتم او بتحصل في الوقت الحالي، لان وضحت لك قبل كده ان المخرج ده نزل بالفعل الصوره كده لشعار شركه ويرا بروس. موضوع مش طبيعي لان في اول السنه كان منزل كده منشور ان هو خلاص كده بقى بعيد تماما عن دي سي، ولكن انه ينزل كده الصوره لشعار شركه ويرا بروس فالموضوع مش طبيعي. سبق طبعا واتكلمت حوالين الموضوع ده، ولكن بقى الغريب في الموضوع ان بعدها بكام يوم بينزل صوره مره ثانيه لشعار شركه ويرا بروس. خلينا نقول كده لو اول مره كانت غلطه من المخرج ديفيد اير فما اعتقدش يعني ان تاني مره برضو غلطه من المخرج. فبعد الصوره التانيه دي نقدر نقول كده ان بالفعل في حاجه بتتم بشكل رسمي، لكن لحد دلوقتي برضو خلينا اقول لك ان ما كناش عارفين ايه اللي ممكن يكون بيحصل، لان في كلام كتير بيقال كده عن طريقه ان بالفعل المخرج ديفيد اير هو كمان رجع لشركه ويرا بروس وبدا يصلح العلاقات ما بين اداره ويرا بروس وما بينه زي المخرج زاك سنايدر بالظبط، وعن طريق حاجه زي دي هيبتدي يشتغل على مشروع مع شركه ويرا بروس. بس انا من وجهه نظري بصراحه استبعد حاجه زي دي. وفي كلام برضو يقول ان هو هيشتغل بالفعل على مشروع داخل دي سي ولكن بشكل كبير جدا هيكون بعيد تماما عن عالم دي سي يو التابع لجيمس جون، والمشروع ده يسمى ميتالو. برضو لو سالتني حوالين المشروع ده فخليني اقول لك برضو ان من سبع المستحيلات المخرج ديفيد اير يعمل حاجه زي دي في الوقت الحالي. احنا عندنا عالم سينمائي جديد وعلى الجانب التاني عندنا في الالس وورلدز العالم بتاع الجوكر وعالم ذا باتمان، ما اعتقدش يعني في اي سبب منطقي خلينا نعمل مشروع خاص بشخصيه ميتالو في الوقت الحالي. يعني خليني اقول لك ان هو كان هيكون منطقي شويه لو قلنا بالفعل ان حاجه زي دي ممكن تتعامل معانا في عالم دي سي يو التابع لجيمس جون. وده بقى يوصلنا للكلام اللي قلت لك قبل كده ان ممكن بالفعل ديفيد اير يشتغل مع جيمس جون، بس برضه شايف ان حاجه زي دي تكون صعبه شويه. طب لو عمل المشروع بتاع ميتالو ده ممكن يبقى تابع عالم ايه؟ خليني اقول لك كده ان هو بكل سهوله ممكن بالفعل يكون تابع لعالم السنايدر فيرس. زي ما احنا عارفين كده ان فيلم سوسايد سكواد هو في الاساس تابع للسنايدر فيرس، كمان ليه اهميه كبيره في العالم ده لو تم عرض النسخه الاصليه اللي انا برضه جاي لك فيه كمان شويه وهقول لك ليه. طيب على الجانب التاني لو بالفعل عمل مشروع خاص بشخصيه ميتالو يبقى كده في تغيير في القصه بتاعت السنايدر فيرس بالتحديد كده في فيلم باتمان ضد سوبرمان. المفروض من ضمن الاشرار اللي تقدموا معانا في فيلم باتمان ضد سوبرمان هي شخصيه ميتالو، ولكن في النهايه حصل تعديلات علشان خاطر كده في النهايه ما يظهرش معانا شخصيه ميتالو في الفيلم ده. يبقى كده نقدر نقول ان كل النظريات اللي انا قلتها لك دي هتكون صعبه جدا ان هي تتعمل. يبقى كده ايه علاقه بقى المخرج ديفيد اير بشركه ويرن بروس مره ثانيه؟ العلاقه الوحيده ان انا شايفها كده ان ديفيد اير يرجع مره ثانيه لشركه ويرن بروس ان هو يخلص النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد، وانا هنا بتكلم على النسخه الاصليه مش النسخه اللي اتعرضت معانا اللي كانت يعتبر محذوف منها مشاهد كتيره جدا. في الحالة دي نقدر نقول كده ان الحملات اللي كانت بالفعل بتتعمل على عرض النسخة الاصلية من فيلم سوسايد سكواد التابعة للمخرج ديفيد اير هي بالفعل نجحت في حاجة زي دي، وان بعد طول انتظار اخيرا الحملات دي سمعت مع ادارة شركة ويرا بروس، وان في النهاية كده نقدر نقول ان ادارة ويرا بروس في الوقت الحالي بتصلح العلاقات مع المخرجين اللي كانوا شغالين معاهم قبل كده، بالتحديد كده المخرج زاك سنايدر وعلى الجانب التاني ديفيد اير. وانا هنا مش هعمل بقى زي الفيديوهات الاخيرة اللي اتكلمت فيها على النسخة دي وقلت لك ما ترفعش سقف الطموحات او ما فيش اي اخبار رسمية لحد دلوقتي، ولكن خليني اقول لك في فيديو النهاردة ان الكلام ده بشكل كبير جدا مؤكد ان بالفعل هيتم عرض النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد خلال الفتره اللي جايه، ان كل حاجه حرفيا بعد الصورتين اللي نشرهم كده ديفيد اير حوالين شعار ويرا بروس تاكد معانا بالفعل على عرض النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد.
طيب بعيد بقى عن الكلام ده كمان، خلينا اقول لك كده ان احنا بنشوف ستوري مؤخرا كده بينزلها ديفيد اير بالاجهزه الخاصه بالمونتاج بتاعت الافلام. قلت لي كده الصور دي او الفيديو اللي كان منزله، طب لازمته ايه؟ انا اقول لك لا، لازمته كبيره جدا يعني، لانك انت هنا لو متابعني من زمان هتعرف كده ان النسخه الاصليه من فيلم سوساد سكواد هي بالفعل النسخه جاهزه عن المخرج ديفيد اير، ولا هيجيب ممثلين علشان خاطر يعيدوا تمثيل مشاهد او حتى يضيف مشاهد على الفيلم زي ما عمل كده المخرج زاك سنايدر. لا، النسخه بتاعت فيلم سوساد سكواد هي بالفعل كامله وموجوده اصلا مع المخرج ديفيد اير، لكن فيها حاجات بسيطه كده هتتعدل وخلاص على كده. زي ما قلت لك قبل كده ان مش هينفع يعرض النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد الا لما ياخد الاذن من شركه وينر بروس. بعد هنا عرض الصور او نشر الصور بتاعت شعار وينر بروس، على الجانب التالي بنشوف كده فيديو ستوري للجهاز بتاع المونتاج بتاع الافلام، فنقدر نقول ان ديفيد اير دلوقتي ممكن يكون شغال على انه يخلص المونتاج الاخير او الايديت الاخيره على فيلم سوسايد سكواد. يعني من الاخر كده نقدر نقول في الوقت الحالي مخرج ديفيد اير هو بيحط اللمسه الاخيره على فيلم سوسايد سكواد النسخة الأصلية عشان بالفعل يتم الإعلان عنه بشكل رسمي إن هيتم عرضه خلال الفترة اللي جاية، واللي أكيد بشكل كبير جدا هيتم عرضه على منصة اتش بي او زي السنايدر كات. طيب بعد الكلام ده كله بقى ليبقى السؤال الاهم، ماذا لو تم عرض النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد التابع للمخرج ديفيد اير؟ الحاله دي عاوز اقول لك كده ان الدنيا هتتقلب حرفيا، لان من الاخر كده بعد عرض النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد المطالبات هتزيد بشكل كبير جدا على اكمال الرؤيه بتاعت المخرج زاك سنايدر، بل كمان لو حاجه زي دي ما حصلتش ممكن تاثر بالسلب على العالم السينمائي الجديد بتاع جيمس جون. طيب هل بقى شركه وينر بروس مش عامله حساب نقطه زي دي؟ فخليني اقول لك كده مع اداره ورنر بروس الجديده ان هم يعني بيفهموا عن الاداره القديمه، ما اعتقدش يعني ان هم مش عاملين حساب حاجه زي دي، يعني من الاخر كده علشان خاطر ياخدوا القرار ويعرضوا معانا نسخه سوسايد سكواد الاصليه بتاعت ديفيد اير، فاكيد عارفين الفيدباك اللي ممكن يحصل بعد عرض النسخه الاصليه. هو من الاخر كده هيحتاجوا ان زاك سنايدر يرجع مره تانية علشان خاطر يكمل السنايدر فيرس. عايز بقى تربط الكلام ده مع الاخبار اللي قلتها لك من فتره، هو ان شركه ورنر بروس بتدور كده على اي اندماج تعمل اعمال خاصه بدي سي ولكن خارج عالم دي سي يو التابع لجيمس جان، ومن الاخر كده الاعمال دي ممكن تكون شامله كده السنايدر فيرس. وسيبك كمان من نقطه زي دي، خلينا نمسك لك نقطه تانية. زي ما وضحت لك قبل كده وللمره المليون برضه بوضح لك ان المفروض يتم عرض النسخه الاصليه من السنايدر كات في السينما بامريكا زي ما عرض كده معانا المخرج زاك سنايدر، ولكن لحد دلوقتي لسه مش عارفين المفروض الفيلم ده يتعرض معانا امتى بالظبط. فهنا برضه يبقى سؤال مهم جدا، ماذا لو تم عرض السنايدر كات في السينما بعد عرض النسخه الاصليه على منصه اتش بي او؟ اذا كده شركه ورنر بروز بتمهد لحدث ضخم وهو اكمال السنايدر فيرس، اصل مش معقول يعني كل ده صدفه ان يتم الاعلان كده على عرض السنايدر كات في السينما، وعلى الجانب الثاني كل شويه ديفيد اير بيلمح على حاجه زي دي بدات واضحه وضوح الشمس كده على انه بالفعل بيفنش النسخه الاصليه من سوسايد سكواد، ان يعني سوسايد سكواد هو في السنايدر فيرس ويعتبر كده مع العالم بتاع زاك سنايدر مرتبط بيه بشكل كبير، فاذا ممكن بالفعل يتم عرض النسخه علشان خاطر يمهد على عرض السنايدر كات مره ثانيه في السينما، وعن طريق حاجه زي دي يبتدي يشوفوا ردود الفعل على اكمال السنايدر فيرس ولا خلاص كده ينهوه بعد عرض السنايدر كات في السينما. ولو قلت لي بقى ايه علاقه سوسايد سكواد اصلا بالسنايدر فيرس او حتى بالسنايدر كات، فخليني اقول لك لا، العلاقه قويه جدا وسبق واتكلمت حوالين النقطه دي اكتر من مره في الفيديوهات اللي فاتت، وفي فيديو هنا كمان بالمناسبه على القناه وضحت لك كده كل المشاهد او معظمها اللي اتحذفت من فيلم سوسايد سكواد او متواجده معانا في النسخه الاصليه، واللي من ضمنها كده يقال ان المفروض الجوكر هو كمان بيحلم بالنايت مير زيه كده زي باتمان. اعتقد يعني حاجه زي دي اكبر دليل على ان في ترابط كويس جدا ما بين النسخه بتاعه ديفيد اير وما بين السنايدر فيرس. ومن ضمن الحاجات كمان اللي ظهرت معانا مؤخرا كده ولكن مش اكيده 100%، يقال كده ان الجوكر اصلا بيموت في النسخه الاصليه لكن بيرجع مره تانية من الموت عن طريق الساحره انشانترس. كمان كل الجروح والحروق والتاتوهات الخاصه بشخصيه الجوكر بتشفى مره تانية، ويمكن حاجه زي دي تكون السبب بالفعل ان باتمان ياخد معاه الجوكر معاه في النايت مير اثناء مواجهه سوبرمان. كلنا عارفين ان السبب الاساسي والرئيسي هو ان الجوكر كان عارف طريق الكريبتونايت، لكن ماذا لو ممكن يكون في سبب تاني اهم كمان ان الجوكر يكون عارف طريق الكريبتونايت؟ ودي بقى حاجه تعرفنا كده ليه باتمان كان مخلي الجوكر معاه، عشان خاطر بقى خالد بعد عودته مره تانية من الموت وبيستخدمه كسلاح سحري ضد سوبرمان، واحنا كنا عارفين برضو ان من نقاط ضعف سوبرمان يمكن يكون السحر، فاعتقد يعني بعد سبب زي ده او بعد الكلام اللي اتقال مؤخرا كده على نقطه الجوكر ان هو بيموت وبيرجع مره تانية، بالفعل عنده فضول ان هو يعرف كده كتير حوالين النسخه الاصليه من سوسايد سكواد، خصوصا كده زي ما وضحت لك قبل كده ان في نص ساعه تقريبا للجوكر محذوف اصلا من الفيلم. ففي كده الاحوال الكلام ده ان كان صحيح او غلط يعني مش مستني
مستنيين كلام زي ده، لان كده كده عارفين ان في كام حاجه تانية بتربط بالفعل فيلم سوسايد سكواد بالسنايدر فيرس. فلحد دلوقتي كده احنا على امل بالفعل على عرض النسخه الاصليه، واللي المفروض يعني خلال الفتره اللي جايه يتم الاعلان عن حاجه زي دي بشكل رسمي، لان اصلا مش معقول يعني بعد اللي ديفيد اير بيعمله ده يطلع في النهايه كده على مفيش. يبقى في الحلقه دي بقى نطلع نقول كده، ولا احنا محتاجين ديفيد اير ولا حتى زاك سنايدر مره تانيه، كفايه تلعب بقى بالجمهور بتاع دي سي. ولكن برضه هرجع اقول لك تاني ان اللي عمله ديفيد اير في الفتره الاخيره ولو تلميحات ولا حتى صدفه ان في فعلا حاجه بتحصل في الوقت الحالي. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وبيس.